طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل في المحاضرة دي الكلام اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن خصائص السوفت وير اللي بتخليه مختلف عن غيره من أنواع البروجكتس التانية زي الكونستراكشن والمباني وغيرها يعني. فلو تفتكروا معانا في المحاضرات اللي فاتت، إحنا حاولنا نرسم خطوات أو صورة ذهنية أو ترتيب ذهني معين يساعدنا اننا نستوعب الافكار او الطرق بتاعه السوفت وير انجينيرنج مستقبلا بشكل كويس. اول مفهوم حاولنا ناكده واستخدمنا كتاب السوفت وير بروجكت سيكريتس، علشان اول شابترين ثلاثه منه ماشيين بنفس الترتيبه ديت، ترتيبه الافكار. ان بدايه اول حاجه نفهمها ونقتنع بيها ان نسبه اكبر من السوفت وير بروجكتس بتفشل مقارنه وبشكل كبير يعني مقارنة بأنواع البروجكتس الهندسية التانية اللي برضو فيها تكنيكال وورك، يعني ما هياش حاجة سهلة زي ان احنا نبني مبنى على اي ليفل. يعني مهما كان تعقيد المباني بتاعتنا، الا ان البروجكت عادة الشركة اللي بتاخد بروجكت بتقدر ان هي تنفذه. لكن في السوفت وير بروجكتس شفنا ان النسبة الأكبر من البروجكتس يا إما بتكون فيلينج يا إما بتكون تشالنجد، والسكسسفول كان في حدود 30% أو كده، ودي نسبة أقل بكتير من المفترض يعني. تاني حاجة قلنا طب يا ترى إيه أسباب إن السوفت وير بروجكتس بتفيل؟ فعندنا مفهومين لازم نقتنع بيهم ونفهمهم. أول حاجة السوفت وير مختلف، السوفت وير طبيعته والسوفت وير بروجكتس اثناء انشائها في حاجات معينه، خصائص معينه مش نفس اللي موجود في البروجكتس اللي بنقارن بيها زي الكونستراكشن. ففي اختلاف في السوفت وير، بس الاختلاف ده لوحده مش كافي ان تبقى نسبه كبيره من السوفت وير بروجكتس بتفشل. ففي سبب حقيقي بقى هو اللي بيخلينا نواجه مشكله الفيلنج بتاع السوفت وير، مع ان الناس بتبقى شاطره في البرمجه. ايه اللي يخليهم لما يعملوا بروجكت على ليفل كبير ما يوصلوش لنقطة النهاية ويبقى كانسلد، او ما يبقاش في نقطة اتفاق بين الكاستمر وبين الديفلوبمنت تيم فالمشروع يقف؟ المشكلة مش اختلاف السوفت وير قد ما هي عدم مراعاة الاختلاف ده في طريقة إدارة المشروع. يعني الترديشنال بروجكت مانجمنت تكنيكس والميثودز، الطرق اللي احنا بناخدها اثناء تطوير السوفت وير بروجكت، مش بتستوعب او بتاخد في اعتبارها او بتراعي حقيقة ان السوفت وير مختلف. فدي تالت نقطة. رابع حاجة، طب ايه هو السولوشن المعتبر، يعني الغالب ان الناس في السوفت وير انجينيرنج بيستخدموا ايه علشان يحاولوا يضمنوا ان البروجكتس بتاعتهم تنجح ما تفشلش؟ هنلاحظ هنا ان احنا قلنا المرات اللي فاتت ان في حاجة اسمها الاجايل ميثودز، اللي هي بتطبق شوية حاجات اهمها ان احنا هنغير منهجنا للانكريمنتال ديفلوبمنت، يعني هنطور المشروع على انكريمنت، يعني على مراحل. المرحلة الأولى هنطبق جزء صغير، مشروع صغير بيأدي جزء صغير من الحاجات اللي طالبها الكاستمر ونديهوله يشتغل بيه، وبعدين نلف لفة كمان نعمل فيرجن أكبر شوية من البروجكت، نلف لفة تالتة نعمل فيرجن أكبر، لغاية ما في لحظة هنلاقي نفسنا عملنا كل اللي مطلوب وخلصنا البروجكت. دي وجهة نظر. طيب، علشان بس احنا نوضح النهاردة، احنا تركيزنا اننا نكمل الكلام اللي مكتوب في شابتر 2 عن ازاي السوفت وير مختلف. مختلف في ايه عن البروجكتس التانية؟ لما نعمل بروجكت في السوفت وير هيفرق في ايه عن غيره؟ واحنا شغالين في ده، قبل ما نبتدي يعني النقطة ديت، خلونا كده نثبت صورة معينة لمصطلحات هنشرحها بالتفصيل بعدين، بس مهم ان احنا برضو ناخدها بشكل مختصر كده عشان الشرح بتاع النهاردة نستفيد منه. هناخد 3 سلايدز بشكل مختصر وتفصيلهم ممكن يجي بعد كده.
اول حاجه ان احنا البروجكت لايف سايكل لما يبقى عندي سوفت وير بروجكت، عاده الناس زمان التراديشنال واي كانوا بيدوا بيفترضوا ان الووتر فول موديل هو الانسب للتعامل مع البروجكتس الكبيره. يعني كل ما السوفت وير بتاعي بقى فيه تفاصيل اكتر وبقى فيه حاجات احنا لازم ناخد بالنا منها اكتر، وبقى التطبيق بتاعه فيه كريتيكال ايشوز، حاجات ممكن لو اشتغلت غلط تؤدي الى مشاكل كبيره، فكان المفترض ان احنا مفروض نعمل بلان ونمشي عليها. ودي كانت هي ده المفهوم بتاع الووتر فول موديل، عايزه بس يثبت في ذهننا ان هو كأن احنا عندنا بنقسم البروجكت او دورة حياة البروجكت لفيزز، والفيزز دي بتمشي ورا بعضها. اول حاجة في requirements، نقعد نعمل ال requirements لغاية ما نخلصه للمشروع كله، نفهم الراجل عايز ايه بالظبط، ننتقل لمرحلة الديزاين، نقعد كام شهر نعمل ديزاين للسيستم كله. بعد كده تخلص الفيز ديت نخش في الديفلوبمنت ونكتب الكود بتاعنا، تخلص الفيز دي ندخل نعمل تيستنج للسيستم كله على بعضه، تخلص نبتدي نقعد فتره كده بنروح عند الكاستمر وننزل السيستم على الاجهزه ونتاكد وندرب اليوزرز على استخدام السيستم والكلام ده. وبعدين ما بتنتهيش دوره حياه البروجكت ديفلوبمنت عند النقطه دي، يعني الديفلوبرز ما بتنتهيش علاقتهم بالبروجكت بعد ما بينزل على اجهزه العميل وناخد فلوسنا ونمشي، لان في الحياه العمليه دايما بيكون في علاقه ممتده، لان بنحتاج نعمل مينتننس باستمرار للبروجكت، وكل ما البروجكت كان كبير كل ما المينتننس ده بقى عنصر اساسي، بنعمل تصليح لاخطاء بتظهر بعد ما البروجكت بيشتغل، او بيطلب مننا ان احنا نعدل حاجة معينة، نزود في السيستم، نغير حاجات بتشتغل، تغير الطريقة اللي المفروض تشتغل بيها وهكذا. فده اسمه الووتر فول موديل، والرسمة دي بتبينه شبه الووتر فول بالظبط، ان كأن في اهو احنا ماشيين في وان دايركشن من فوق لتحت زي الووتر فول ما بينزل. وغالبا احنا لو انت شغال في على البروجكت ده، فانت وانت في مرحله ما بتقدرش ترجع للمراحل اللي قبلها، يعني بيبقى في كوست عالي ان انا وانا بعمل تيستنج اكتشف ان انا كنت فاهم الموضوع غلط من الاول، لان انا قضيت وقت طويل جدا في الريكويرمنتس وهيأت نفسي ان انا خلصت الريكويرمنتس وهشتغل دلوقتي في الديزاين الفريق كله. يعني بعد ما خلصنا الديزاين وكتبنا الكود، احنا عندنا احساس ان احنا خلصنا، والتستنج بس هيبين لنا شويه حاجات. فلو في التستنج اكتشفنا ان احنا فهمنا حاجه في الريكويرمنتس غلط، ممكن ده يخلينا نضيع وقت كتير. يعني الحركه في الووتر فول موديل كل فيز بتاخد وقت طويل، كل فيز هي عبء ثقيل خلاص، وعاده الحركه في الاتجاه واحد بتكون شغاله، والاتجاه العكسي بتكون في كوست كبير بيبقى مدفوع. ان انا ارجع من خطوه للخطوه اللي فاتت هيبقى فيه تكلفه كبيره ومجهود كبير وكده، وفي وقت طويل جدا من ساعه ما بنبتدي ناخد الريكويرمنتس او لما تنتهي الريكويرمنتس وعلاقتنا بالكاستمر، نقول له خلاص احنا فهمنا انت عايز ايه، استنانا سنه على ما نعمل شهرين ديزاين وثلاث شهور ديفلوبمنت وشهرين تيستنج فايه. ففي هنا خطوات كتير الووتر فول موديل بيلجأ لها. بس هو كان الطريقة ديت بتشتغل بشكل فعال جدا في construction projects مثلا، في مشاريع كتير هندسية. فعشان كده في إدارة المشروعات الطبيعي يعني في البيزنس، ان احنا لما بنكون بنشتغل في project هنقسمه الفيزز ونخلص فيز نبتدي في التانية. احنا كده مفترضين، واسمه ده الطريقة دي اسمها plan based method، يعني طريقة الووترفول هم بيعتبروها ان هي الطريقة اللي بتتبع بلان. بعض الناس بتفترض ان معنى كده ان لو احنا مش ووتر فول ما نشتغل عشوائي بقى مش ببلان، لا، بس هنا احنا بندي للبلان ويت عالي جدا، ان احنا نخلص مرحلة نبدأ في اللي بعدها، نخلص مرحلة نبدأ في اللي بعدها، مع ان المراحل دي مراحل طويلة بتاخد وقت زمني كبير وبيبقى فيه مجهود كبير علشان السيستم الكبير، الناس اللي شغالة في الديزاين
تلم بكل متطلبات السيستم فتعمل ديزاين محكم عليهم عبء كبير. علشان كده احنا في المحاضرة اللي فاتت كنا خدنا الفيجر اللي تحت ده اللي هو بيقارن الوتر فول اللي احنا شفنا رسمته دلوقتي بالاجايل اللي دي رسمته ان هو احنا بدل ما نتعامل مع البرنامج كل مرة وفي كل مرحلة ككتلة كبيرة صعب جدا على يعني حمل ثقيل على الديفلوبمنت تيم ان هو يفكر بالطريقة ديت او يشتغل بالطريقة دي ويبقى شغله سليم. السوفت وير صعب جدا التعامل معاه، شفنا الكومبلكسيتي والابستراكت نيتشر في المرة اللي فاتت وهنراجعهم بسرعة النهاردة. لكن طريقة الاجايل ان احنا نشتغل في خطوات تكرارية يعني انكريمنتال، يعني بنبني مرحلة تخلص نبني مرحلة نكمل عليها جزء اكبر من السيستم، كأن كل لفة من دول بدل ما تاخد السنة الكاملة او الفترة الكاملة بتاعت البروجكت بتاخد من اسبوعين لاربع اسابيع مثلا. فانا بسرعة باخد حتة من البرنامج احللها اصممها اكتب الكود بتاعها اسلمها، فبقى عندي بعد اسبوعين ثلاثة سلمت للراجل خلية صغيرة زي الايه الشكل السداسي اللي هو ماسكه في ايده ده خلاص. وبعدين هعمل لفة كمان اتريشن 2 هعمل الخلية اللي جنبها في اتريشن 3 هعمل. فمش هيستناني الكاستمر واليوزر سنة كاملة علشان يبتدوا يشوفوا حاجة شغالة، لا ده احنا فعلا هناخد سنة في البروجكت ده بس من اول اسبوعين ثلاثة بدأنا نسلمهم سيستم او فيرجن من السيستم، فيرجن صغير من السيستم بيمبلمنت مثلا اهم حاجه عندكم ايه يقولوها لنا فنعمل لهم سيستم بيحل المشكله دي وبعدين الحاجه اللي بعدها. فاحنا بناخد الريكويرمنتس واحده واحده وبنبني السيستم ونحلله ونصممه ونكتبه ونعمل له تيستنج حته صغيره حته صغيره وفي النهايه هيبقى عندنا برضو سيستم كامل زي ما كان في حاله الووتر فول موديل. بس احساس الاجايل يعني حاجه سريعه، احساس الكاستمر ان السيستم بدا يشتغل عنده بسرعه طبعا له فايده كبيره. بس برضو قلنا ان احنا مش بنحكم حكم مطلق لان اي ميثود في الاثنين اي منهج دول طريقتين في الشغل، مش دايما طريقه الاجايل بتكون افضل من الووتر فول ولا العكس، يعني في حالات كتير وتفاصيل كتير بتخلينا نقرر نشتغل اجايل كامل او نشتغل ووتر فول بس مع مراعاة المشاكل اللي الووتر فول بيقع فيها، او نشتغل حاجة كده احنا نعمل حاجة كده نص نص يعني ناخد حتة من هنا وحتة من هنا ونشتغل. ودايما السوفت وير اللي فاهم كويس الطرق المختلفة والمشاكل والمزايا والعيوب بتاعت كل طريقة هو اللي مش بيفولو خلاص، انت مش بتتبع طريقة بشكل عمياني كده، لا انت بتحاول تفهم بالظبط السيستم بتاعك طبيعة المكان اللي بتشتغل فيه طبيعة ومستوى الناس اللي بيشتغلوا معاك في الفريق خبراتكو طبيعة الكاستومرز اللي بتشتغلوا معاهم وطبيعة ومدى خطورة السيستم اللي بتعمل. في ساعات سيستمز بتستخدم في حاجات طبية فممكن الأخطاء في الكود والباجز تؤدي إلى تهديد لحياة المرضى. طبعا في سيستمز بتستخدم علشان ضبط حاجات في construction systems مثلا حاجة زي الطيارات الكنترول بتاع الأجهزة. فحسب الكريتيكال نيتشر بتاعت السيستم بيبقى فيه عندنا decision مهم نستخدم أني methodology، لازم نبقى عارفين الميثودولوجيز المختلفة وقادرين نعرف إمتى نستخدم كل واحدة فيها. طيب في سلايد تانية هنا قبل ما نبتدي برضو موضوع النهاردة اللي هي هو ايه السوفت وير انجينيرنج ده. فهتلاحظوا ان احنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا كتير عن السوفت وير انجينيرنج بس ما كتبناش تعريف كده زي ما الناس بتعمل ديفينيشن خلاص. السبب الاساسي ان احنا مش عايزين برضو الموضوع يتحول الى حاجه بنحفظها، يعني انا مش هاجي في الامتحان اقول لك ايه تعريف السوفت وير انجينيرنج، انا كده ابقى بهزر وانتوا بتهزروا لو انتوا حفظتوه كلمه كلمه وخلاص يعني. لكن احنا مفروض برضو ان احنا في اي مجال في العلم بنتعلم ديفينيشنز علشان نقدر نفهم الحاجه اللي احنا المصطلحات بتاع اللي بنستخدمها اكتر، وكمان علشان لما نيجي نشرحها نضطر نشرحها لحد نقدر نفهم. يعني لو واحد قال لك انتوا بتاخدوا سوفت وير انجينيرنج يعني ايه سوفت وير انجينيرنج،
لازم يكون في دماغك كده حاجة تقولها. خلاص، فهنا الديفينيشنز هنلاقي ان في كتير من المصطلحات في العلم الدنيا ما هياش كده واحد زائد واحد بيساوي اتنين، يعني بتلاقي ديفينيشنز كتير في مختلف ريسورسز مختلفة وكتب كتير في الموضوع، فكل واحد بيقول تعريفه للمصطلح من زاوية معينة. فاحنا انا لما بتعلم ديفينيشنز شخصيا بحاول اتعلمها عشان افهم وجهة نظر الشخص او الجهة اللي حطت الديفينيشن ده، اكتر ما ان انا بحاول احفظ حاجة كده علشان لو حد سألني اكتبها. تمام، فارجو ان احنا يعني نبقى بنتعامل مع العلم بشكل يعني فيه كده يعني درجة رقي في تلقي العلم بتخلينا نقدر نستفيد من العلم. اما هو ايه السؤال، يجي ازاي نحفظ ايه، دي علينا دي مش علينا، ونقعد نسطح الموضوع كده، بيبقى الدنيا صعبة جدا، او ما بنستفدش حاجة، وبعد كده بتلومه الشخص اللي بيدرس رغم ان العقلية بتاعت المتعلم هي السبب الاساسي. يعني في ناس بيحفظوك وبيسمعوا لكم فعلا، بس في ناس كتير مش بيعملوا كده، وانتوا بتشتغلوا في المواد بتاعتهم بنفس الاسلوب. تمام، ففي ناس بتديكوا assignments وخلاص مش بتصححها بجد، وبيبقى معروف ان هم مش بيقروها، فانتوا بتكتبوا اي حاجه وبتنقلوا اي حاجه وبتغشوا، وبعدين بتخترعوا وبتكتبوا كلام ملوش معنى، وانتوا عارفين انك ان الهدف انك تكون سلمت الاساينمنت. وفي ناس تانية بتقرا الكلام اللي انت بتكتبه، فطبيعي انك انت لما اقول لك مثلا اسمع ربع ساعه او ساعه ناس بتتكلم واتكلم، لما هتكتب انت الكلام بتاعك او تسجله هيبقى باين انت بتقول كلام سطحي او بتقضي الحاجه كده وخلاص، ولا انت بذلت مجهود في اللي بتقدمه ده يعني. فحافظ على صورتك، يعني لما انت مثلا اقول لك اعمل assignment بين في انك انسان جاد، انسان محترم كده، بتبذل مجهود صح في الحاجه اللي بتطلب منك، وبتقدم حاجه مش هتبقى خجول منها لما احنا لو انا مثلا حاولت اناقشك فيها. خلاص، لكن ان انت اقول لك الحاجة فانت تسطح الموضوع كده وتكتب اي كلام ويبقى اسمك سلمت، حتى لو انا مش حاطط في تصحيح يعني دقيق في المسألة ديت، لكن برضو هيبقى في انطباع انك انت اي كلام. فلما تيجي مثلا في الامتحان يبقى درجاتك، يبقى حلك اي كلام، مش هيبقى في تعاطف معاك، غير لما واحد يبقى باين انه بذل مجهود ويبقى واضح جدا في الكلام اللي هو مقدمه ان في مجهود اتعمل وفي شغل وفي اهتمام، فلما بعد كده يجي يأثر شوية في حاجة يبقى في تعاطف، لان في مجهود واضح ان الشخص ده عمله في المادة. فالمسألة مش مسألة ان احنا حطينا assignment فانت بتسلمه، لا، واضح بيبقى باين جدا ان الشخص ده ما سمعش اصلا، وزمايله قالوا له ده بيتكلموا عن كذا، فهو كتب اي حاجه على اعتبار ان هو مش لازم يعني يسمع. وفي واحد بيسمع ويكتب مباشره اللي يجي على ذهنه، وفي واحد بيدور اكتر وبيكتب وبيبقى في مضمون في اللي هو بيقدمه. فارجو انكم تفهموا الكلام اللي انا بقوله ده. فهنا في التعريفات بتاعه السوفت وير انجينيرنج، انا حطيت لكم هنا في السلايد دي تو ديفينيشنز، بهدف ان احنا نشوف مفهومين او طريقتين او زاويتين في فهم المطلوب ايه من السوفت وير انجينيرز اصلا. فهنا التعريف الاول ده جبته من كتاب الاوبجكت اورينتد سوفت وير انجينيرنج، اللي هو واحد من الخمس كتب اللي انا كنت حطيتهم ليكو كريفرنسز في اول محاضره، اللي هو بيشتغل بالجافا براكتيكال بوك، جميل جدا، مناسب ان ناس تمشي منه يعني وتشتغل. وانا هحاول كمان ابص كده على حاجات نقدر نحطها منه. خلاص، فهنا عجبني الديفينيشن بتاع المؤلفين بتاع الكتاب ده، ان هم ركزوا على معنى الانجينيرنج وركزوا على الاوبجكتيف الحقيقي بتاع السوفت وير انجينيرنج، اللي فيه ناس سوفت وير انجينيرز في السوق شغالين من سنين ومش في دماغهم الاولويه دي اصلا. السوفت وير انجينيرنج ده ليه؟ علشان نسولف الكاستمر بروبلم باستخدام سوفت وير سيستم، يعني البروسيس ديت، الخطوات اللي بنعملها عشان نحل الكاستمر بروبلمز باننا نبني له لارج سوفت وير سيستم. هنحل مشكلته باننا نبني سوفت وير سيستم، فعشان نحل مشاكله ونبني سوفت وير سيستم هيبقى تحت سام كونسترينتس، في كوست معين، في بادجت معين مش هنقدر نتخطاه، في تايم معين لو زدنا عنه ما نبقاش يعني حاجه براكتيكال، يعني طبيعي ان هو حسب الكاستمر ده والبروبلمز بتاعته ان هو يبقى فيه كونسترينتس معينه شغالين في اطارها.
انا شخصيا لما اتعلمت الهندسه قلت لكم قبل كده ان علمونا من اول اسبوع او اول اسبوعين ان الانجينيرنج اصلا هو ان احنا نحل مشكلات في الحياه خلاص بطريقه اقتصاديه او واحنا واخدين في اعتبارنا الكونسترينتس اللي عندنا، وهو ده الفرق بين العلوم عموما الساينس والانجينيرنج. فالساينس دايما بيتعلم نظريات يعني مثلا في علوم قسم كيمياء وهندسة قسم كيمياء، طب ايه الفرق بين الواحد؟ ما هو ده كيمياء وده كيمياء، بس في الساينس الشخص بيتعلم النظريات والكيمياء نفسها كعلم، وازاي الدنيا بتشتغل وازاي التفاعلات بتتم والكلام ده كله خلاص. وبعدين الراجل بتاع الانجينيرنج الاوبجكتيف الاساسي بتاعه انه يحل مشكلة بالكلام ده، ياخد العلم ده يحل بيه مشكلة، ولأن هو في هندسة فالهندسة دايما بتحاول تحل المشكلات ديت في ظل ان في كونسترينز ان احنا مش هنعمل له حل يتكلف ملايين الجنيهات وهو ما فيش اصلا البادجت اللي يسمح بده. فهي مشكلة الهندسة دايما ان احنا ازاي نستخدم العلم في حل مشكلات واحنا واخدين في اعتبارنا ايه هي الكونسترينز اللي عندنا، مش عاملين حل كده نظري لكن ما نقدرش نطبقه لأن محتاجين وقت كبير أو محتاجين كوست مهول أو كده، أو بتستهلك ساعات. مثلا يقول لك واحد اخترع عربية بتمشي بالمية أو بتمشي بالهواء، علميا في نظرية لكده يعني في حاجة كده، بس علشان أنت تقدر تولد الطاقة من كمية هواء اللي تمشي العربية محتاج حاجة أغلى من العربية نفسها عشان تكوندنس الهواء ده فممكن واحد يبقى تعليمه بسيط فيفتكر ان هو وصل لاختراع لانه قرا في مكان ايه حاجه زي كده او الفكره دي ممكن تتنفذ وكده، بس لما يجي ينفذها يكتشف ان في عقبات ضخمه جدا. فهي دي مشكله الايه البريبيردنس ان هو يحل المشكله او ان هو يعمل الاختراع ده او ينفذ الحاجه ولا لا. هو مش عنده الانجينيرنج ديزاين لان هو مش فاهم بالظبط ازاي ان هو مش اي تصميم وخلاص على الورق ممكن ان احنا ننفذه لان في كونسترينتس كتير في حياتنا ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، فالكوست بتاع الحاجة دي يكون اكبر بكتير من السيستم اللي الناس شغالة بيه. فهنا ده التعريف ده بيعجبني فيه ان هو بيحط في بؤرة الاهتمام ان السوفت وير انجينيرنج اصلا كل هدفه انه يسولف كاستمر بروبلم، يعني الكاستمر في بؤرة الاهتمام. نبص للتعريف التاني ده اللي انا جايبه من الكنديان ستاندرد اسوشيشن، هتلاقوه بيقول ان الايه ان السوفت وير انجينيرنج هو سيستماتيك اكتيفيتيز. يعني هيبص هنا احنا عشان نعمل سوفت وير سيستم محتاجين ايه؟ محتاجين حاجات شويه اكتيفيتيز، حاجات بنعملها وخطوات عشان نجمع الريكويرمنتس، حاجات بنعملها عشان نعمل ديزاين، حاجات بنعملها عشان نكتب كود، حاجات بنعملها عشان نعمل تيستنج. فاحنا طول الوقت شغالين بنعمل اكتيفيتيز بس حسب المرحله اللي احنا فيها الاكتيفيتيز دي بتتغير. فكانك عشان تبقى سوفت وير انجينير محتاج تبقى عارف الاكتيفيتيز دي بطريقه سيستماتيك مش طريقه عشوائيه، الاكتيفيتيز المطلوبه علشان تقدر تعمل ديزاين وكودنج وتستنج للسوفت وير علشان تقدر تبروديوس السوفت وير ده بشكل كويس. فهنا بؤره الاهتمام هي الاكتيفيتيز مش الكاستمر. طيب انا بقى علشان اتعلم حاجه صح لازم اقرا ناس اشوف وجهات نظر كتير عشان ما ابقاش انا شايفها من زاويه وابقى مهمل حاجه تانية مش كويسه. فهنا انا مهم جدا ان يبقى عندي الزاويه اللي فوق ديت والزاويه اللي تحت ديت. ففي كتير من السوفت وير انجينيرز هيبقى لما تساله ايه السوفت وير انجينيرنج هيقول لك كلام شبه اللي مكتوب تحت ده. خطوره اي تعريف انه غالبا التعريف ده مش هيبقى هو مستوعب المعنى الكامل للحاجة اللي احنا بنعرفها. فهنا مشكلة التعريف اللي تحت ده ان ممكن السوفت وير انجينيرنج ستودنت يهتم جدا بالاكتيفيتيز ديت ويبقى شاطر فيها، يعني هو يقدر يبني سوفت وير سيستم بطريقة احترافية كاملة، بس مشكلته ان السوفت وير سيستم اللي بناه ده ما هواش بيحل فعلا بالنسبه للكاستمر في حاجات ناقصه. فانا عملت الاكتيفيتيز زي ما التعريف اللي تحت ده
انا اهتميت ان اتعلم الاكتيفيتيز واقدر اعملها، بس انا مش بدي وزن كبير لاستخلاص المشكله الحقيقيه بتاعت الكاستمر. فانا بالنسبه لي السوفت وير انجينيرنج ده هو زي كده اكل عيش. انا ببني سوفت وير كويس، بعمل تيستنج كويس، بعمل ديزاين، عارف ازاي اعمل ديزاين سواء اوبجكت اورينتد او فانكشنال او كده، بعرف ازاي الطرق اللي موجوده في الكتب اللي بنجمع بيها الريكويرمنتس، الستاندرد ويز اللي بنكتب بيها الريكويرمنت دوكيومنتس مثلا الاي تريبل اي واي او كده، خلاص بعرف اعمل يونت تيستنج. فانا عارف الاكتيفيتيز خلاص، بس انا مش مديتش يعني ما حطيتش الكاستمر بروبلمز او الرول بتاع الكاستمر في المكان اللي يستحقها. فكتير من السوفت وير سيستمز بيبقوا الناس تكنيكالي قادرين ان هم يبنوا السيستم، لكن ما بيقدروش يوصلوا لنقطة اتفاق مع الكاستمر، وده احنا هنتكلم عليه في السلايدز اللي جاية. فنرجع تاني كده ان احنا عندنا 12 خاصية السوفت وير بيختلف فيهم عن غيره، واحنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت الفيجر اللي قدامنا ده اللي كان المؤلف حاططهم وحاطط ان في علاقات بينهم، يعني كأنها خريطة كده، ان كون ان السوفت وير كومبلكس وابستراكت فده بيخلي مثلا ان الريكويرمنتس مش كومبليت وهكذا. التكنولوجي بتتغير بسرعة، فالخبرة بتاعت الناس ما بتكونش مكتملة في مجال السوفت وير وهكذا. فهنا في خريطة كده بتبين لنا العلاقات كمان بين الخصائص دي وبعضها. احنا مش هناخد كل الحاجات ديت، احنا هناخد معظمها يعني، بس هنجمعهم تجميعة كده وهنشرحهم باختصار. فهنقول ان في مجموعة خصائص ناتجة من طبيعة السوفت وير، اهمهم الاثنين اللي شرحناهم المرة اللي فاتت. في هنا خصائص معتمدة على طبيعة السوفت وير نفسه ان هو كومبلكس، واحنا شفنا الطبيعة دي المرة اللي فاتت ان هو قرايته اصعب من كتابته والكلام ده، حاجات كده، لان في علاقات بين السطور، ممكن اي سطر يبوظ السطور اللي تحته او يبوظ حاجة عملها السطور اللي فوقه وهكذا. فاحنا شفنا الكومبلكسيتي دي المرة اللي فاتت، وشفنا كمان الابستراكت ان دايما احنا بنستخدم كومبوننتس، ففي تفاصيل الاوامر اللي جوه الكومبوننت ازاي بيشتغل بالظبط الكلاس او الفانكشن والميثودز اللي جوه الكلاس، في حاجات بنخبي ديتيلز عشان نقدر نحافظ على الكومبلكسيتي ليفل بتاعه السوفت وير في مستوى نقدر اننا نشتغل بيه ونطور بيه السوفت وير ونصلح اخطائه وكده ونكتشف مشاكله وكده. فاحنا دي كده خصائص في السوفت وير مختلفه عن غيرها، عن مثلا لو قارناها ببرودكت ما هوش ابستراكت زي مبنى بنبنيه او عماره خلاص، فالكومبلكسيتي شفنا في فرق كبير، الابستراكشن في فرق كبير، تمام. في كاركترستكس تانية في السوفت وير والسوفت وير بروجكتس بتعتمد على اختلاف التكنولوجي وطريقة تغير التكنولوجي اللي السوفت وير برودكشن بيعتمد عليها، تمام. وفي خصائص، مجموعة تانية من الخصائص بتبين ان طريقة التفاعل بين الكاستومرز والناس اللي بتطور، يعني انت بتعمل برنامج لعميل، طريقة التفاعل بينك وبين العميل ده لو انت بتعمل له سوفت وير بروجكت بتبقى مختلفة عن تفاعل نفس العميل ده مع مهندس مثلا بيبني له عمارة. الانتر اكشن نفسه وطريقة الانتر اكشن في السوفت وير بروجكت بتبقى مختلفة عن الانتر اكشن بين الكاستومرز والناس اللي بتطور لهم او بتنفذ لهم بروجكت تانية. فنبتدي كده نراجع مع بعض الكومبلكسيتي والابستراكت. احنا فاكرين المره اللي فاتت ادينا موديل كده ان احنا بنفكر في البروجرام كانه هو مكنه فيها مجموعه مكونات، وكل سطر كود هنفترض ان هو وان كومبوننت في المكنه دي، فالكومبلكسيتي بتتولد من احتمال وجود تفاعل او علاقه ما بين كل سطر وبقيه سطور البرنامج. فاحنا عملنا موديل كده، موديل تقريبي مش موديل دقيق، ان الكومبلكسيتي ديت هي عدد الخطوط اللي هي تساوي حسب عدد الكود لاينز ان، لو ان هو عدد الكود لاينز يبقى نقدر نقول ان الكومبلكسيتي كانها ان في ان ماينس 1 على 2. احنا ما كانش هدفنا في القانون ده
ان احنا نقعد نعوض ونطلع ارقام كده ملهاش معنى يعني. فعادة الكومبلكسيتي ده هو في مشاكل في الموديل ده، الموديل ده مش دقيق، لكن هو مفيد. مفيد ليه؟ لان بيه نقدر نوصل للتو كونكلوجنز دول اللي احنا خدناهم المرة اللي فاتت، اللي هم خلاصه الجزء ده من او السكشن ده بتاع السوفت وير كومبلكس، ان لازم اي حد شغال سوفت وير يبقى فاهم كويس ان هو لما بيكبر السايز بتاع السوفت وير بتاعه فهو هيزود الكومبلكسيتي بتاعته بشكل اكبر من السايز. يعني لو ضعفت السايز بتاع الكود الكومبلكسيتي زادت اكتر من الضعف. ده اللي احنا كنا عايزين نوصل له، دي حاجه واضحه في الحياه. بس هل الزياده في الكومبلكسيتي ده بيحسبها بشكل دقيق؟ مش مهم بقى، المهم ان دي حاجه احنا بنحس بيها في حياتنا. وعلشان كده مش هتلاقي على مستوى كوميرشال سوفت وير او برودكشن سوفت وير حقيقي يعني كبير، بروجكت كبير وسوفت وير محترف، سوفت وير ديفلوبر محترف يقعد يكتب الكود كله في بلوك واحد. لازم التقسيم ده، ودي كانت تاني كونكلوجن خدناها في الحته دي المره اللي فاتت، ان طريقتنا كديفلوبرز علشان نقلل الكومبلكسيتي نوصله الليفل نقدر نتعامل معاه هو اننا نقسم البرنامج بتاعنا لايه؟ لكومبوننتس اصغر. بس شفنا ان في عيب للحكايه دي، او في ثمن بندفعه للحكايه دي، ان انا لما ما بتعاملش مع الكود في الانديفيديوال انستراكشن ليفل ده بيبقى عندي قضيه او الطبيعه الثانيه، احنا مش هنقدر اصلا نعمل الكلام ده في الانديفيديوال انستراكشن ليفل، فغصب عننا هيبقى السوفت وير بتاعنا في حتت كتير ابستراكت، يعني في حاجات كتير بنستخدمها سواء كلاسز، داتا ستراكشرز، فانكشنز، كومبوننتس، ايا كان كومبوننتس حد غيرنا عاملها، ويب سيرفيسز، حاجات احنا بنستخدمها بس في لحظه استخدام، في لحظه ما بنحطها في الكود بتاعنا مش شايفين الاكيوريت بيهيفير بتاعها، لان احنا مش شايفين الاوامر بتاعتها بالتفصيل. احنا معتمدين ان اللي عملها احنا او غيرنا بيقول لنا هي بتشتغل ازاي، الفانكشن دي هتديها كذا هتطلع لك كذا. فاحنا ثقة في الكلام ده هناخده ونحطها في الكود بتاعنا، تمام؟ بس لازم ناخد بالنا من اننا نعمل تيستنج كويس، من ان السورس بتاع الفانكشن اللي بستخدمها دي لو انا حاططها في بروجكت مهم وفي وكريتيكال لازم اخد بالي ان انا اعمل تيستنج كويس، ما اخدش ان هو بيقول لي ان دي بتعمل كذا فانا اخد ان هي بتحسب الحسبة اللي مطلوبة من غير مشاكل، خلاص اخد حاجه تكون الناس كتير استخدمتها وما حصلش مشاكل. يعني في الكوميونتي في سبورت ليها بشكل ما، وانا كمان مش هفترض ان اللي بيديني كلاس ويقول لي هي بتشتغل ازاي ان هي هتشتغل في كل الحالات بالشكل السليم، انا لازم اعمل تيستنج كويس علشان اضمن انها ما تبوظليش الكود بتاعي. دي زاويه من زوايا الابستراكت نيتشر اوف سوفت وير. زاوية تانية في تعاملي أنا مع الكاستومرز، وإحنا عندنا شوية خصائص في التفاعل بين الكاستومر والديفلوبمنت زي ما قلنا، بس الكاستومر عموما كإنسان في حتة أبستراكت كده إن السوفت وير ده هو مش شايفه مش ماسكه. لو أنت كاستومر في حاجة غير السوفت وير، يعني مثلا عندك شقة بتشطبها، فممكن أنت الناس اللي بيشطبوا لك الشقة دول يوروك سامبلز كده لصور لسيراميك، يوريك السيراميك، تمسك كده السيراميك تشوف الملمس بتاعه، الخامة بتاعته، تشوف الاختيارات المختلفة في ألوان الدهان، في الحاجات اللي هتتركب، في السباكة، في الكهرباء، في الكلام ده، فبيبقى عندك الفرصة انك تفيجواليز وتاخد قرارات سليمة، لان هي حاجة فيزيكال ممكن تتشاف وتتمسك وتتقيم قبل ما الراجل يبتدي فعلا يشطب الشقة. لكن في السوفت وير لان هو مش ممسوك ففي حاجات كتير هتبقى كده بتتقال ان هيبقى لما هيدخل لك كذا هيعمل كذا، هتطلع تقرير شهري يعمل يشرح كذا، بس ما بيكونش فيه تفصيلات كاملة للحاجة ديت.
فهنا في صعوبات، والنقطة دي إن السوفت وير أبستراكت هيأثر في الخطوات الأولى، إن إحنا نفهم بالظبط من الكاستمر ونشرح له إحنا هنعمل له إيه وهو عايز إيه. فدي زاوية تانية لازم ناخدها في اعتبارنا، إن دي حاجة مشكلة لازم نتقبلها، لأن إحنا بنعمل حاجة أبستراكت. في زاوية تالتة للتفكير عن الابستراكت نيتشر بتاع السوفت وير، ان انت لما بتيجي تعمل سوفت وير بروجكت، تقييمك انت قدرتك على انك انت تتبع خطة وتبقى عارف انت متأخر ولا في الوقت السليم ولا سابق الخطة ولا ايه بالظبط، تقييمك انت خلصت قد ايه من الشغل، بيبقى صعب شوية لما يكون البرودكت أو الناتج بتاع البروجكت ده حاجة أبستراكت، يعني حاجة إيه فيها مش ممسوكة، مش ملموسة كده. عندنا كده سلايد فاني شوية، اللي هي بتبين لنا الفرق بين البلانز اللي بنعملها لبروجكت واللي بيحصل فعلا في الحقيقة. فعندنا مجموعة هنا كأن تيم اجتمعوا مع بعض في بداية شهر يونيو، عملوا ميتنج كده وقالوا على بركة الله هنشتغل. فهنا المجموعة ديت جت قالت ايه، احنا هنعمل اناليسز بقية الشهر ده هنكمله كده في الاناليسز ونفهم بالظبط ايه المطلوب والكلام ده، كأنه بيعمل الريكويرمنتس، وبعدين هنخصص شهر جولاي ده عشان نعمل ديزاين، وبعدين هنكتب الكود لمدة 3 شهور، وبعدين هنتست شهر نوفمبر، فهنسلم البروجكت في اول ديسمبر. فدي خطة، ده كده الجماعة دول شغالين بالظبط بالمنطق بتاع الووتر فول موديل، هنعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، وبعدين فكروا كده كل مرحلة من دول هتاخد وقت قد ايه، فعملوا الكلام ده. فطلع لنا السلايد اللي احنا شفناه من شوية دي، كأن دي الخطة اهي او البلان بتاعتنا اللي هي بتتبع الايه الووتر فول موديل، اللي هي هتاخد تقريبا 6 شهور علشان تنجز البروجكت. طيب فعليا هنلاقي كده، طبعا دي صورة فيري اكستريم، يعني مش هيحصل كده بالظبط انهم بعد الميتنج هيقعدوا 4 5 شهور ما بيعملوش حاجة. لو في شركة بجد وعارفين وناس بروفيشنال غالبا هيبتدوا يشتغلوا، بس عمر ما الاكشوال اتشيفمنت بتاعهم هيبقى مطابق للبلان اللي عملوها في السوفت وير. السوفت وير بطبيعته ان احنا ما نقدرش نقيم احنا خلصنا قد ايه. لو انت بتبني مبنى وعملت خطة زي كده بروجكت بلان لبناء مبنى مثلا عمارة سكنية 10 ادوار، وقلت هتاخد مني سنة، وقسمت المراحل كده ايه معتمد على ايه وايه هيتم الاول وبعدين ايه وراه وهكذا، فغالبا انت هيبقى في كل الناس اللي ليها علاقة بالمبنى ده، سواء الكاستمر او المدير او الناس المهندسين او العمال، هيقدروا يقيموا دايما احنا يعني شغالين في تبع الخطة ولا اتأخرنا ولا اتقدمنا ولا اتعطلنا ولا ايه. لان انا اقدر اقول مثلا انا رميت الاساسات، الدور الاول طلع، الدور الثاني، الدور الثالث وهكذا، خلصت الطوب مش عارف ممكن اشطب. فيبقى انا دايما اقدر في البروجكتس اللي هي ليها فيزيكال نيتشر وممسوكه كده ومتشافه بالعين نقدر نقيم البلان بتاعنا. لكن هنا نفترض ان الصوره دي كانت بجد، الناس دي بعد ما عملت الميتنج مع الاداره وخدوا البروجكت ده كانوا شغالين في بروجكتس تانية، فاخروا ده شويه، فجاه افتكروا ان احنا عندنا ان احنا في اول نوفمبر والمفروض نسلم البروجكت ده الشهر الجاي. فلان ده سوفت وير ابستراكت ثينج، فبسهولة السوفت وير ديفلوبرز نفسهم خصوصا لو خبرتهم مش كبيرة ممكن يتوقعوا ان هم ادوا لنفسهم وقت طويل، ال6 شهور دي كانت كتير واحنا في شهر واحد نقدر نعمل اللي كنا هنعمله في ال6 شهور. فتلاقي ايه وهم عشان كده ايه يقدروا يفضلوا يأخروا يأخروا يأخروا، لان في تاسكس تانية بيعملوها او بروجكتس تانية هم مشغولين فيها او كده، او في مراحل بيسلموها او كده. فييجوا في اول نوفمبر يقولوا ايه ده هنعمل اناليسز، لا مش هنقدر بقى نديله الوقت اللي كنا مخصصينه فوق ده، خلونا نعمله في 2 3 بس لان ما عندناش وقت. وبعدين يبتدوا الديزاين والكود والتيست مع بعضه، فطبعا مش هيقدروا يخلصوا في الوقت اللي كان مقترح، فالتسليم هنا
كان في تفاؤل شويه ان احنا بدل ما نشتغل في 6 شهور هنقدر ننجز الديزاين والكود والتيست مع بعض في شهرين، فما عملناش الحاجات بالترتيب اللي كنا مفترضينه في البلان. ليه في السوفت وير بالذات بيبقى الكلام ده يعني ممكن يحصل؟ ممكن يحصل فرق كبير بين البروجكت بلان وبين الريل بروجكت اللي حصل بالظبط واحنا شغالين في البروجكت. ليه؟ من طبيعه الابستراكشن، الابستراكت نيتشر بتاع السوفت وير بتسهل ده، لان ممكن انتوا التيم بتاعكو المدير يجي يسالك انتوا عملتوا ايه في البروجكت الفلاني اللي احنا، فانتوا تقولوا له شغالين، هو مش هيبقى عارف انتوا شغالين ولا لا، لان مفيش، هو مش شايف حاجه بعينه يعني، هو مش هيخش جوه الكود بتاعك يعني. طبيعه السوفت وير ان ايه، ممكن انت مش عارف الناس، ممكن ما يكونوش بداوا، ممكن يكون قربوا يخلصوا، ممكن يكون في النص. نتيجه الطبيعه دي صعب جدا على عنصر خارجي مثلا مدير يقدر ان هو يضغط علينا او يتتبع او كده. تمام. الحاجه الثانيه ان ايه، ان احنا هنا احنا نفسنا الناس البروجكت تيم اللي حط نفسه في الوضع الصعب ده قرب تسليم المشروع انهم بيعملوا الكلام ده، غالبا مش هتبقى حياتهم طبيعيه في الشهر او الشهرين دول. يعني بتشوفوا في شركات كمبيوتر كتير في قرب ميعاد التسليم اللي هو اكيد هيبقى متاخر نتيجه حاجات زي كده، ان التقييم البلان ما كانتش مظبوطه او ما كانتش مناسبه، او احنا استهترنا واخرنا او كده، او ما قدرناش نقيم صح، ان احنا هنيجي في الاخر نشتغل وقت زياده، غالبا هنبات في المكان، فبدل ما احنا بنشتغل من 9 ل 5 هنقعد بقى بيتين في الايه، في الشركه عشان نخلص البروجكت. واحنا قلنا قبل كده الايه الميثيكال مان مانث رول ده، انك انت ممكن تكون بتقيم انك انت لو قعدت، لو بت في الشركه، فبدل ما تشتغل في اليوم 8 ساعات هتشتغل 16 ساعه، هتدي ضعف البرودكتيفيتي بتاعتك في الظروف العاديه. لكن فعليا الشغل تحت الضغط والشغل لفترات طويله بيبقى كفاءته وحشه، فدايما التستنج بيطلع مشاكل اكتر، والبروجكت اللي بيتسلم بيكون فيه مشاكل كتير، بتبقى الصوره نفسها مش ظريفه يعني. يعني انت مش معنى انك انت بتشتغل زياده انك انت هتدي ضعف اللي انت بتعمله. فهنا دي مشكله، ان احنا لما نيجي نعمل بلان زي ده، ممكن تبقى برضو السلايد دي تبين لنا احد المخاطر ان احنا نعمل حاجه هيفي ويت زي الووتر فول موديل في بروجكت كبير واحنا مش قادرين نمانج التايم بتاعنا كويس. يعني طبعا الاكسبيرينس التيمز مش هتقع في الشكل، في المشكله اللي احنا شايفينها في السلايد ديت، لكن هي ستيل بيلاحظ في الحياه ان دايما البروجكت فولوينج البروجكت ده بلان ما هياش حاجه سهله، مش هتبقى فيري اكستريم زي الحاله دي، بس دايما احنا بنتاخر عن الميعاد اللي محددينه، دايما المراحل بتبقى فيها مشاكل، ان انا زي ما قلنا كده ان انا خلصت، انا مفترض اني خلصت الديزاين وشغال في الكود، لو اكتشفت ان كان في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها ورجعنا نعمل الديزاين، بيحصل بقى ايه مشاكل كده كتير في موضوع البلان بيزد ميثود دي. واضح الكلام ده؟ تمام يا دكتور. طيب، فعموما احنا فاضل لنا بس ان احنا هنجمع، وبشكل بريف كده هنشرح شويه خصائص بس مش بالتفصيل اللي عملناه في موضوع الكومبلكسيتي والابستراكت نيتشر، ان في حاجات احنا ساعات بنحسها يعني، بس هو بيقول لنا هنا ان هي دي فعلا الواقع بتاع السوفت وير بروجكت اندستري، يعني صناعه البرمجيات بتعتمد على تكنولوجي طبعا. فالتكنولوجي ديت واضح ان هي تغييرها، التكنولوجي بتتغير ومدى اتساعها بيختلف عن التكنولوجي اللي بيستخدمها البروجكتس الثانيه، يعني في تغير سريع في التكنولوجي بتاعتنا، كل شويه في فريم ورك بيطلع، بتطلع لنا تكنولوجيز بتأثر في طريقه بنائنا للسوفت وير زي الكلاود كومبيوتنج مثلا وقتنا، يعني الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، وازاي الريكويرمنتس بتاعه اليوزرز والكاستمرز بيطلبوا حاجات بتعكس تطور التكنولوجيز دي. فاحنا عندنا تغير سريع في التكنولوجي،
وفي نفس الوقت الابليكيشنز بتاعتنا ممكن عشان نعملها بشكل متقن فاحنا بنتأثر بتكنولوجيز كتير مش حاجة واحدة كده يعني. عشان كده احنا لو هتلاحظوا مثلا في الاساينمنت اللي عملتوه الاسبوع اللي فات واللي هتعملوه الاسبوع اللي احنا فيه ده، ان الناس بتدي اعتبار او بتهتم دايما انها تبقى عندها هوريزونتال نوليدج، ان دايما انا مش بتعلم بس بروجرامنج ومش بتعلم لغة برمجة واحدة، لا ده انا محتاج ابقى عارف نتورك، محتاج ابقى عارف شوية في الماشين ليرنينج، محتاج ابقى عارف فريم ووركس مش بشتغل بيها. لو انت بتشتغل ويب ديفلوبر ممكن تبقى محتاج برضو تاخد فكرة عن ايه الدنيا ماشية ازاي، لان السيستم الواحد بيبقى فيه كومبوننتس كتير وبيبقى متأثر ان انا بروح اخد حاجة من ويب سيرفيس وارجع. فلو لاحظت ان الدنيا بطيئة طب اعمل ايه؟ يعني انا لازم اكون فاهم شوية في الانترنت والتكنولوجي بتاعتها والسيكيوريتي، لو انا السيستم بتاعي محتاج اضمن له درجة معينة من الامان علشان ما يحصلش اختراق لي، فانا لازم ابقى عارف برضو شوية حتى لو مش انا المسؤول عن تطوير الحتة دي في السيستم. فدي صعوبة يعني، دول النقطتين دولت هم خصائص الناس اللي بتشتغل في السوفت وير ديفلوبمنت، بيتعاملوا مع تكنولوجيز متغيرة بسرعة وتكنولوجيز متسعة المجال خلاص، فاحتياجهم للتعامل مع التكنولوجيز ديت بيوقعهم في خاصيتين تانيين، ان احنا دايما الاكسبيرينس بتاعتنا مقارنة بغيرنا طبعا. يعني مثال في الكتاب بيشرح مثلا او بيقارن بالتكنولوجي بتاعت الرصف اللي هي خلطة الاسفلت دي اللي هم بيرصفوا بيها الشوارع، فبيحكي لنا ان التكنولوجي بتاعت الموضوع ده ظهرت زي ما هي تقريبا او باختلافات بسيطة من سنة 1903، يعني من فوق 100 سنة مهندسين الطرق او المهندسين المشرفين على مشاريع رصف الطرق بيستخدموا تقريبا نفس التكنولوجي. فأكيد لما واحد بيشتغل مهندس رصف مهندس طرق وبيبقى ده شغله، هو هيبقى عنده كل ما هيشتغل أكتر الإكسبيرينس بتاعته هتكتمل. يعني بعد 15 سنين المهندس ده هيبقى معاه حاسس إن هو، وهو فعليا هيبقى الإكسبيرينس بتاعته كاملة، كل التفاصيل بتاعت التكنولوجي اللي هو محتاجها في شغله عارفها اكتملت عنده، فوزنه بيبقى أكبر بكتير من واحد لسه داخل المجال جديد. لكن عندنا ممكن إحنا واحد يشتغل بفريم ورك معين، واحد بيشتغل مثلا أوبجكت أورينتد، يكتشف العالم دلوقتي بيتجه ناحية حاجة اسمها الفانكشنال بروجرامينج أكتر، بيديها وزن كبير، فممكن بعد شوية يلاقي إن الإكسبيرينس بتاعته اللي اكتسبها في البروجكت ده مضطر يستخدم تكنولوجي مختلفة شوية في البروجكت اللي بعده، فالاكسبيرينس بتاعته بتاعه التكنولوجي اللي في المشروع الاولاني ما اكتملتش وما استفادش منها، واضطر ان هو يكتسب خبره جديده بتكنولوجي بحاجه مختلفه شويه في البروجكت التاني، ممكن يشتغل بيها مشروعين ثلاثه ويضطر انه يغير، وهو بيشتغل عمال يعمل براكتسز، يعني عمال يشوف طريقه، بيشتغل بلغه معينه فبيبدا يشوف افضل طريقه يعمل بيها الشغل بتاعه، البراكتسز اللي هو بيعملها. البراكتسز دي في السوفت وير معناها الطرق اللي بنشتغل بيها، زي تسمية الفاريابلز، زي تقسيم الكود، زي مثلا طريقة الديباجنج، زي يعني البراكتس ده هو انا عندي تكنولوجي بستخدمها ولغة برمجة وادوات في ايدي وسيستم معين بعمل له امبلمنتيشن او نوع معين من السيستمز بعمل له امبلمنتيشن، فانا طريقتي في الشغل نفسها وفي استخدام التكنولوجي ديت اسمها براكتس. كل البراكتسز بتاعتنا ديت مع الوقت بتتحسن. يعني مثال، انا مثلا لما بديكم المحاضرات، انا اول مره ادي محاضرات اونلاين الترم اللي فات، فوانا بشرح لكم باخد الغياب بطريقه خلاص، طريقه اخدي للغياب دي ان انا مثلا اوقف وافتح القائمه بتاعت البارتيسيبانتس وانده واحد واحد واحط علامه في وقت المحاضره نفسه، دي براكتس. هل دي افضل طريقه اخد بيها الغياب؟ ممكن الترم اللي بعده اشوف طريقه تانية. فطرق الشغل نفسها، التفاصيل بتاعت الشغل نفسها، احنا بنولد براكتسز واحنا شغالين،
ومع الوقت بنحسن البراكتسز ديت. فلما انا بيكون بشتغل وعمال اغير طريقه شغلي ديت للافضل للافضل، وفجاه الاقي نفسي بستخدم تكنولوجي مختلفه، فبلاقي ان البراكتس اللي انا طورتها او اتعلمتها او اتحسنت معايا مع الوقت ما قدرت مش قادر اوصل لافضل حاجه فيها، لاني هضطر اسيبها واعمل براكتس جديده مناسبه للتكنولوجي اللي انا بستخدمها. فهنا الاربع نقط دول كلهم تقريبا بيكملوا بعض، ان احنا التكنولوجي بتتغير والتكنولوجي متسعه. وهنا في حته التكنولوجي فاست دومين دي معناها انك انت مش هتبقى عارف كل حاجه في السوفت وير ديفلوبمنت تكنيكس، مش هتبقى عبقري في الاوبجكت اورينتد والفانكشنال وفي كذا وكذا وكذا، مش هتبقى شاطر في السيستم في الباك اند والفرونت اند بنفس القدر، مش هتبقى بتاع ويب وبتاع موبايل وبتاع ديسكتوب بنفس القوه، خلاص مش هتبقى قادر تعمل الحتت بتاعه النتورك بروجرامنج والسكيورتي والانكريبشن. يعني في حاجات كتير جدا تفاصيل صعب ان واحد يلم بيها كلها. فدي المساله دي محتاجه اننا واحنا بنكون التيمز بتاعتنا واحنا بنولد الاكسبيرينسز والبراكتسز بتاعتنا نبقى عندنا المرونه والاستعداد النفسي ان احنا باستمرار بنتغير وبنتعلم. علشان كده ده من المجالات اللي ما ينفعش واحد يدخل فيه لانه بيحب يبرمج وخلاص، لازم يكون عنده النفس الطويل ان هو بيتعلم باستمرار. في ناس بتخش المجال ده علشان بيبقى انطباعه ان في مرتبات كويسه وفي شغل كتير وكده، بس طبيعه شخصيته ان هو كسول شويه، فهو متخيل انه هيتعب سنتين ثلاثه يتعلم حاجه ويفضل يشتغل بيها سنوات طويله. لكن في الوقت اللي احنا ممكن يجينا الانطباع ان كل البشر بيخشوا في مجال البرمجه والويب ديفلوبمنت والكلام ده، يعني ناس كتير بتعمل شيفتنج للكارير بتاعها من خارج مجال السوفت وير الى السوفت وير حتى لو مش تخصصه. لكن اللي بنشوفه بقى ان نسبه اكبر من الناس بتسيب المجال ده بعد فتره، بعد سنوات بسيطه من دخولهم فيه، لما يكتشفوا ان هم محتاجين دايما يتطوروا عمال بيذاكر طول الوقت. فالناس اللي هي مش ما عندهاش النفس الطويل ده او القدره انها كونتينيوسلي تتعلم بتخرج من المجال غصب عنها، او بيبقى قيمته بسيطه جدا، يعني مبالغ ما تعيشش حد، يعني مرتبات او الدخل اللي بيكونه من الفيلد ده ما يبقاش كافي ليه ان هو يبقى يعني يصرف على نفسه حتى مش على اسره. فهنا عندنا تطور في التكنولوجي، اتساع في مجال التكنولوجي، الخبره دايما لما نقارن خبره مهندس المدني مثلا، مهندس التنفيذ في قسم مدني بمهندس البرمجيات او بالمطور بتاع البرمجيات، دايما هنا العشر سنين خبره بتاع دولت فعلا هم عشر سنين خبره، لكن هنا في العشر سنين اللي اشتغلهم الراجل بتاع التطوير ده اكيد اكتسب خبرات كبيره، بس في الاكسبيرينس في تكنولوجي محدده عمرها ما بتبقى بالقدر الكامل. في هنا خاصية خمسة بيشرحها لنا اللي هي repetitive work is automated. مسألة الاوتوميشن ديت من المسائل اللي السوفت وير انجينيرز في الوقت بتاعنا ده تحديدا بيدوها وزن كبير جدا. المبرمج الشاطر في البرمجة بس اللي مش بيستخدم اي ادوات، يعني لو انت شاطر في البرمجة بس مثلا ما تعرفش تستخدم الجيت هاب، ما تعرفش تشتغل مع تيم خلاص باستخدام الجيت، او ما بتعرفش تستخدم التولز بتاعت التستنج الاوتوميتد تستنج، فدي بتقلل الفرص. واللي عارف التولز اللي بتعمل اوتوميشن للشغل بتبقى فرصه اكبر في ان هو ياخد الانتري ليفل بوزيشن. فايه موضوع الريبيتيتيف ورك والاوتوميشن ده؟ دي هنا خاصية على عكس ان معظم الخصائص اللي فاتت ديت كانت بتبين ان السوفت وير اصعب من الانواع الاخرى من البروجكتس، يعني السوفت وير بروجكت اصعب من الكونستراكشن بروجكت مثلا للاسباب دي، الا ان النقطة الخامسة دي هي نقطة استثنائية، انها ان السوفت وير بروجكتس الحتة دي ميزة في السوفت وير بروجكتس عن البروجكتس اللي من النوع التاني. فبداية هنا في الكتاب بيستعرض معانا فكرة البروجكت اصلا، يعني بيسألنا سؤال كده مفاجئ، هو يعني ايه بروجكت اصلا؟ يعني هل اي حاجه بنعملها اسمها بروجكت؟ يعني لو واحد قعد مثلا كتب كتاب هل هو كده عمل بروجكت؟
لو واحد مثلا عمل كوباية شاي، هل هو يقدر انا رايح اعمل بروجكت دلوقتي هعمل كوباية شاي؟ فعايز اعرف كده اي حد فيكم يقول لي. محمد ابو الحسن، ايوه يعني ايه بروجكت من وجهة نظرك؟ بروجكت يعني اللي هو مشروع يا دكتور اللي هو اللي هعمله ايوه، يعني ايه مشروع؟ يعني مثلا لو عملت كوباية شاي، مش انت عملت اهو حاجة، ايوه هل ده مشروع؟ لا لازم يعني تكون فكرة جديدة تكون فكرة مش عارف جديدة. اوصفها بالظبط يا دكتور. طيب نسأل ماسيو، ايوه دكتور، قول لي انت هو رأيك. المشروع حاجة بتستثمر فيها وقت وموارد وخبرة على اساس ان يطلع منه اوتكم سواء كان مادي او عائد عليك في التعليم يعني. تمام، يعني هنا انت اعتبرت ان هي بس استثمار للوقت والمجهود وان في اوتكم، مش كده؟ تمام. طيب محمد عماد الدين، مع حضرتك يا دكتور، انت من وجهة نظرك ايه هو البروجكت؟ البروجكت ان حاجة الواحد يشتغل فيها مع تيم ويكتسب خبرات ويبقى الحاجة يديله منها فلوس بعد كده وبس. بس كل الكلام ده كأنكم بتتكلموا على البروجكتس اللي في الكلية مثلا، زي البروجكت بتاع التخرج، مش كده؟ أو بروجكت بتاع مادة مقرر كده بتاخدوه فبتعملوا بروجكت، فبتدوا شوية وقت وبتشتغلوا كفريق، صح؟ وبتطلعوا حاجة في الآخر، مش كده؟ تمام. طيب ليه مثلا المصانع، لو في مصنع بينتج أي حاجة في الدنيا، مصنع مثلا بينتج مواد غذائية، أو مصنع بيطلع عربيات او اجهزه الكترونيه او كده، ليه في المصانع او في المانيفاكتشرنج مش بيستخدموا المصطلح بتاع بروجكت ده؟ فهو هنا انا هشير معاكم لو انتوا شايفين معايا هنا ده من الكتاب بتاعنا اللي بيشرح الموضوع ده، فهنروح للحتة اللي احنا فيها اللي هي بتتكلم على الاوتوميشن والبروجكت والريبيتيتيف ورك والكلام ده، اللي هي بتقول ان دي خاصية من خصائص السوفت وير اللي بتمتاز بيها عن غيرها من البروجكت. بس هو ايه هو البروجكت؟ هتلاقوه هنا بيدينا تعريف للبروجكت ان هو temporary endeavor، يعني مجهود مؤقت، حاجة temporary مش حاجة بنعملها باستمرار. يبقى البروجكت ده حاجة ليها وقت قررنا نبتدي فيه البروجكت واحنا عارفين ان هو هيخلص بعد وقت معين، مش حاجة مستمرة. دي اول خاصية في البروجكت. تاني حاجة ان هي مفروض تكريت حاجة يونيك، برودكت او سيرفيس، مش شبه حاجة تانية او مش تكرار مباشر لحاجة تانية. يبقى اليونيك برودكت او سيرفيس ده شرط برضو اساسي عشان اسمي النشاط اللي بعمله او الايفورت اللي بعمله بروجكت. فهو بيقول في الصناعة، في المانيفاكتشرينج، في حاجات بتتكرر تكرارية، يعني في اي مصنع بيعمل اي منتج هو ده مش بروجكت لان دي حاجه مش temporary، وكمان مش مفترض ان هو بيعمل حاجه يونيك، مفروض ان هو عايز يعمل الاف ويمكن ملايين النسخ من نفس الموديل بتاع الموبايل او العربيه او الحاجه اللي المصنع بينتجها. فالتصنيع عموما بينتج حاجات بس بمفهوم مختلف عن الحاجه اللي بتنتج من بروجكت. بس احنا لما بنيجي مثلا نبني مبنى بنقول ده مشروع بناء كذا، بنبني مستشفى نقول مشروع بناء مستشفى كذا، بنعمل برنامج كبير لمؤسسة بنقول ده مشروع إنشاء النظام البرمجي الخاص بمثلا حجز القطارات، بامتحانات الثانوية العامة وهكذا. فالبروجكتس بتاعتنا احنا فعلا في السوفت وير عادة بنعمل بروجكت
طبعا في انواع معينه من السوفت وير بتبقى كانها متصنعه، زي لو شركه بتعمل جيم فهي مفترض ان الجيم ده هيستخدم، نفس الجيم ده هينزل منه او هيتباع منه الاف او يمكن عشرات الالاف او اكتر من النسخ اللي هي متطابقه، ما هياش يونيك خلاص. لكن هنا احنا بنتكلم على بروجكت بالمعنى ده، ان احنا عندنا حاجه كوميرشال برودكت او سيرفيس مطلوب مننا اننا نعملها، واحنا عايزين نعملها خلاص، فهنخصص لها وقت مؤقت تبتدي وتنتهي بين الوقتين دولت، وهينتج عنها حاجه يونيك برودكت مش موجود قبل. مفيش مثلا مبنيين مفروض يبقوا زي بعض بالملي يعني. ممكن طبعا نعمل نفس التصميم تاني، بس الاصل ان احنا في البروجكت بيبقى عندنا القدره على الاقل اننا نغير لما لو احنا محتاجين في طريقه التنفيذ او في الشكل او يعني ممكن عمرتين يدبروا بنفس التصميم، بس احنا مش مجبرين ندهنهم بنفس الدهن. لكن في التصنيع التكلفه بتاعتنا بتتغير لو احنا عايزين نغير نعمل كاستمايزيشن، لا في التصنيع بيبقى نسخ متطابقه، وبيبقى ده من غير كده هيبقى التكلفه او الاقتصاديات بتاعه المصنع هتتاثر. لكن وانت بتعمل بروجكت بيبقى عندك القدره انك انت تعمل فيتشرز، او بيختلف البرودكت من مره لمره من بروجكت لبروجكت تاني من غير ما يتاثر الكوست بتاعك. طيب الطبيعي بقى ان الحاجات اللي هي مانيفاكتشرد بتبقى اوتوميتد، يعني المصانع دايما بتشتغل باوتوميشن، وبيبقى هدفهم دايما عشان يحسنوا الاقتصاديات بتاعه التصنيع بتاعهم ان هم يزودوا الاوتوميشن ده. لكن الحاجات اللي بتنتج من بروجكتس بتكون دايما مش اوتوميتد الا في حاله السوفت وير برودكشن. يعني هنا هيقول لك في اخر حته او النوت الاخيره في السكشن ده ان السوفت وير ديفلوبمنت مع ان هو بيطلع بروجكتس مش حاجه مانيفاكتشرد، هو اوتوميتد اكتر، لان السوفت وير اصلا مش حاجه بتتعمل، مش حاجه بتتمسك، هو حاجة زي ما قلنا ابستراكت. فأنا ممكن أخد كوبي من حاجة اتعملت في بروجكت قبل كده وأعمل، أو حتة الحاجات اللي هي الريبيتيتف بتاعة السيستم بتاعي أعمل لها طريقة يحصل لها أوتوميشن بيها، لأن هي مش ممسوكة، مش حاجة فيزيكال، لازم في تكرارها يبقى في ماتيريال مختلفة اتعمل. يعني مثال كده، لو أنا ببني فعلا مبنى، ما هو أي خطوة في بناء المبنى ديت مش بتبقى اخترعناها في البيلدنج ده، فالعمارة ديت الطريقة اللي احنا بنخلط بيها الأسمنت مع الرمل مع مش عارف ايه هي نفس الطريقة. فالخلطة اللي احنا خلطناها دي في أول عمارة، العملية دي احنا لازم نكررها من غير أوتوميشن في الـ في الـ في الـ في العمارة اللي بعدها والتالتة والرابعة والخامسة. طريقة وضع الطوب على بعضه وطريقة مثلا الأسياخ بتاعة الحديد والأعمدة والكلام ده، كل الحاجات ديت مع إنها تكرارية، لكن لان طبيعه البرودكت بتاعنا المبنى ده ان هو حاجه فيزيكال، فالتكرار ده مش هنقدر نعمل له اوتوميشن، ولو حاولنا نعمل له اوتوميشن هيبقى تكلفه كبيره جدا على الفاضي، لان احنا مش بنعمل الاف المشاريع. يعني مشروع البنا ده انت ممكن شركه تبقى من ساعه ما فتحت لغايه لمده 20 سنه مثلا عملت 10 15 بروجكت هي دي اللي عملته، فمش هيبقى تكلفه الاوتوميشن مش هتبقى طبيعيه يعني. لكن في السوفت وير بروجكتس الاوتوميشن والتولز اللي بتعمل اوتوميشن دي جزء اساسي. وفي عصرنا دلوقتي الناس بتستخدم حاجه اسمها الديف اوبس، وبتدي وزن كبير للناس اللي عارفه الحاجات بتاعه الديف اوبس زي الدوكر مثلا والسيلينيوم والتولز اللي زي كده. دي تولز بتعمل اوتوميشن لحاجات كتير اثناء الديفلوبمنت واثناء الاوبريشن بتاع السوفت وير سيستمز. فدي نقطة هي ممكن تبقى ميزة، لأن لو أنا استفدت وقدرت أعمل أوتوميشن للشغل بتاعي يبقى أنا كده قدرت إن أنا أستفيد من وقتي وأوفر وقتي وما أتزنقش وكده. طيب في مجموعة ثالثة بقى من الكاركترستكس بتعتمد على طريقة تفاعل الكاستومر مع الديفلوبر أو الديفلوبمنت تيم، اللي هي ثلاث قواعد لازم نحطهم كده في دماغنا ونقتنع بيهم ونشتغل على اساسهم لو هنعمل كوميرشال سوفت وير. اول حاجه ان دايما الريكويرمنتس بتبقى مش كامله. طيب احنا لو بصينا هنا في
في السلايد اللي فيها الووتر فول موديل هنلاقي ان اول فيز او اول مرحله في البروجكت كانت هي ان احنا نعمل الريكويرمنتس او نستخلص الريكويرمنتس من الكاستمرز، نعرف هو عايز ايه بالظبط بالتفصيل. فاحنا عندنا دلوقتي قال لنا خاصيه جديده، قال لنا ان الريكويرمنتس دي انكمبليت، دايما هتبقى مش كامله. يعني في اي بروجكت انت مهما بذلت من جهد ومهما كان الكاستمر بتاعك يعني فاهم ويعني تكنيكالي اوير وفاهم بالظبط هو عايز ايه وخبرته كبيره وقادر يوصل لك اللي هو عايزه، هيفضل برضو في حاجات هو عايزها. يعني هو مفترض، يعني هو لما السيستم لو هو ما قالهالكش حتى ومش في دماغه وقت ما انتوا كنتوا بتعملوا الريكويرمنتس مع بعض وبتحللوا الدنيا، لكن هو فعلا السيستم لو اتقدم له وبدا يشتغل بيه والحاجات دي مش موجوده مش هيقدر ان هو يكمل. يعني بيبقى دايما في حاجات بالنسبه للكاستمر اساسيه بس هو مش بيقدر يديها لك كلها في بدايه المشروع. يعني هنا هنبص تاني في الكتاب لو انتوا شايفينه معايا، هطلع كده للنقطه ديت اللي هي بيشرح لنا ليه السوفت وير بروجكتس بالذات الريكويرمنتس فيها ما بتبقاش كومبليت. هو ليه؟ هو دايما برضو ده مرتبط بالابستراكت نيتشر بتاعه السوفت وير، زي ما احنا قلنا ده من شويه على فكره، ان ايه، ان الكاستمر دايما ما بيقدرش لان هو مش مستوعب الحاجه بالتفصيل الكامل، لان هو مش السوفت وير ده مش حاجه تتمسك فيقول لي عايز زي ده، هات لي ده، سيب ده، لا غير ده درجه زياده، مش بتبقى الدنيا بالوضوح اللي احنا بنتعامل بيه مع برودكتس حاجات فيزيكال يعني. خلاص، فهو هنا مدينا بس خلاصه الموضوع ده اللي هي متفق عليها، بان الناس كل ما زادت خبرتها هتقتنع اكتر بالنقطه دي، ان هي ديفيكالت، يونيكلي ديفيكالت، يعني صعب بشكل يونيك خاص بالسوفت وير بروجكتس ان احنا نديفاين مجموعه كامله من الريكويرمنتس بيفور بيجينينج ديفلوب، قبل ما نبني السوفت وير. وهنا احنا وقعنا في ايه، في تعارض مع الووتر فول موديل، لان الووتر فول موديل كان مفترض ان احنا خلاص خلصنا الريكويرمنتس فنقدر نعمل ديزاين كامل للسيستم، مش هنبتدي الديزاين غير بعد ما الريكويرمنتس ينتهي. لكن هنا هو بيفاجئنا بحاجه ضد الطريقه التقليديه دي في التقسيم الفيزز، ان احنا فعليا وكل ما السوفت وير بروجكت بتاعنا كبر كل ما ده بقى واضح اكتر ان في حاجات كتير في الريكويرمنتس مش هتبان لينا، وممكن الكاستمر يقولها لنا وما نفهمهاش كويس، ما ناخدش اللي في مخه بالظبط لان احنا بعاد عن مجال عمله، وممكن هو ينسى يقولها لنا او ما يكونش في ذهنه الصوره الكامله في لحظتها. فاحنا لازم شغلنا يكون مبني على اننا قادرين ان احنا نعدل في تصميمنا وفي الكود بتاعنا لما نكتشف او لما هو يطلب مننا يضيف لنا requirements ما كانتش معانا في الاول او يضطر لده. تاني خاصية هنا ان التشينج دايما الديفلوبرز سوري الناس اللي خارج السوفت وير ديفلوبمنت تيم بيعتبروه سهل. يعني لو انت في شركة برمجة ومعاك ناس بتوع جرافيكس، الناس بتوع التستنج، الاداره نفسها، المديرين، الناس الاداريين في الشركه، دايما هم مش مقتنعين انك انت عشان تغير حاجه في كود دي حاجه صعبه يعني. طيب الكاستمرز برضو اللي طالبين السوفت وير سيستم، لو قال لك مثلا انا شايف ان ده لما بندوس هنا بيعمل كذا، ممكن تخليه لما يدوس هنا الاول يعمل كذا وبعدين او يشتغل بشكل مختلف. يعني بعد ما انت بتدي له السيستم بتلاقيه هو مفترض ان هو لو طلب منك تغير حاجه في شغل السيستم ده او في البيهيفير بتاعه، دايما الناس اللي خارج الديفلوبمنت اريا بيبقوا معتبرينه سهل، رغم ان هم نفس الناس دول لما بيطلبوا تعديلات في بروجكتس تانية ممكن ما يطلبوش تعديلات اصلا، او ممكن يبقوا فاهمين ان التشنج فيها صعب. فلو شفنا الاكزامبل بتاع الطبيب اللي ايه اللي قال لصاحبه انت بتاع سوفت وير اعمل لي مثلا سوفت وير سيستم ينظم لي شغل العياده، لو نفس الطبيب ده راح لمهندس مدني وقال له ابني لي مستشفى او مستوصف او عدل لي او الشقه دي مثلا عدل لي الديزاين بتاعها بحيث ان هي تناسب عياده او كده،
فهو لما بيطلب بحاجة construction بيبقى فاهم ان هو مش هيقدر يغير. لو هو اداله لو طلب تصميم معين والمهندس فعلا بدأ ينفذه وحط الاساسات على اساسه، فهو خلاص الكاستمر عارف ان هو حتى لو اكتشف ان التصميم ده مش احسن حاجة وانه كان ممكن يطلب حاجة احسن، بس بيبقى مستوعب انه مش ممكن الديزاين اللي اتعمل ده والحاجات اللي اتحطت فيزيكالي على الارض وبدأ البناء بيها تتغير بعد كده. لكن هو نفس الكاستمر ده اللي محترم عدم القدرة على التغيير في الكونستراكشن، هو نفسه لما بيطلب سوفتوير سيستم بيبقى مقتنع ان الديفلوبرز مفروض لو هو اكتشف ان في حاجة تتعمل بشكل احسن ان التغييرات اللي بيطلبها تبقى هو فاكر ان هي سهلة. احيانا التغييرات اللي بتطلب انا ممكن اغير حاجة بسوفتوير، لما يكون سوفتوير سيستم كبير وتفاصيله كتير ممكن اغير حاجة في الديزاين تقوم حتة تانية في السيستم حتة تانية خالص تختل او ما تشتغلش كويس او تبوظ خالص. فمش اي ديزاين بنعمله بيبقى مستوعب لحتة التشينج ديت. دي نقطة. النقطة التانية ان في ناس كتير من الناس بتوع السوفتوير بيقول لا، بيفترض ان هو لازم الكاستمر يلتزم باللي هو قاله في الاول. فالكاستمر في بداية البروجكت طلب requirements معينة. زمان يعني كان الشركات بتخلي requirement document ده جزء من العقد اللي بينها وبين الكاستمر، بحيث لما الكاستمر يقول لهم بعد ما السيستم يتسلم لا ده انا ما كانش قصدي كده، لا ده، فنرجع للعقد والrequirements اللي مكتوبة اللي هي عمرها ما بتكون بدرجة تفصيل زي الكود الحقيقي اللي بيطلع في الاخر. فدايما بيكون في نقطة خلاف في السيستمز الكبيرة، يعني سيستمز كتير اتبنت لنقطة النهاية، بس عند الديبلويمنت الكاستومر يعني رفض ان هو ياخدها بالوضع اللي هي فيه وطلب تعديلات، وفي نفس الوقت السوفتوير كامباني او الشركة اللي طورت النظام بتصر على ان هو مش هيغيروا عن الريكويرمنتس اللي مكتوبة. فعليا الكاستومر مش عناد منه، لكن هو فعلا ممكن يكون في حاجات ناقصة في السيستم هو ما قالهاش في الريكويرمنتس، بس هي السيستم مش هيقدر يفيده فعلا في مكان عمله من غير ما الحاجات دي تتنفذ بالتعديلات اللي هو طالبها. فبنوصل لنقط في كتير من السيستمز بتكون كده، يعني مش دايما الفيلينج سوفتوير بروجكتس بتكون بروجكتس ما عرفناش نعملها، لا ممكن تكون عملتها بس ما عملتش نفس الحاجة اللي موجودة في راس الكاستمر. ممكن الكاستمر وانت بتاخد منه الريكويرمنتس في الاول ما اديتش اهتمام كافي انك تفهم بتفصيل هو عايز ايه. يعني في حاجات ممكن تبقى شكلها سهلة بالنسبة للكاستمر ويكون الديزاين بتاعك ممكن يتأثر بيها او ممكن تاخد منك وقت، او انت ما عندكش وقت لانك انت هتبتدي في بروجكت تاني، او انت سلمت البروجكت ده وهتسيب الشركة اصلا، فالشركة ما عندهاش حد يستثمر وقت ان هو يفهم اصلا الكود بتاعك وبعدين يبدأ يعدل فيه فبتحصل هنا المشكلات اللي ايه اللي من نوع ده، الكونفليكتس اللي بين الكاستومرز وبين السوفت وير بروجكتس من اهم اسباب فشل السوفت وير بروجكتس. لازم الناس اللي شغاله في السوفت وير تقتنع بالنقطه الثالثه دي اللي هي نفسها نفس دولت، ان التشينج في السوفت وير بروجكت از انيفيتابل، يعني حتمي لا يمكن تجنبه. مهما انت بذلت من مجهود عمر ما الريكويرمنتس هتبقى كامله، عمر ما اليوزر هيمتنع عن ان هو يطلب تعديلات. احيانا التعديلات دي مش بتبقى عيب منك انت وانت بتاخد الريكويرمنتس، ولا عيب من الكاستمر ان هو غير رايه، احيانا بيبقى مجبر عليها لان في اماكن عمل كتير شغلها بيعتمد على قوانين وتشريعات وكده. فممكن مثلا يكون في بنك انت بتعمل سيستم لبنك، فالبنك ده كل شويه بيجيله من البنك المركزي شوية حاجات كده مفروض ان هو يلتزم بيها، العمولات اللي هي بياخدها لما حد من يسحب فلوس من مكنة بنك مش البنك بتاعه، حاجات كده يعني بيكون في حاجات سعر الفايدة مش عارف ايه، حاجات كده دايما بتجيلهم ولازم يلتزموا بيها. كتير من الحاجات دي بتخلي فيه تغيير مستمر في السيستمز بتاعتهم، يعني دي غصب عنه هو لازم يشتغل بقوانين، ما يقدرش السيستمز بتاعته تبقى شغاله يقول اصل ده انا عملته لك من سنه. فدايما بيبقى التشنج ده في الحياه العمليه بنبقى مجبرين عليه، ما نقدرش اننا نمشي من غيره. طيب احنا بقى كناس بتوع سوفت وير يهمنا ايه في النقطه دي؟
يهمنا حاجتين، ان احنا واحنا بنديزاين السيستم دايما اي حاجه في ديزاين السيستم تسهل لنا ان احنا نعدل فيه نلتزم بيها. تاني حاجه ان احنا في تعاملنا وفي الانتر اكشن مع الكاستمرز نبقى مستوعبين ان هم من حقهم ولازم هيحصل التشينج ده، فنبقى دايما مش طف معاهم بان احنا نلزمهم نقول انتوا قلتوا كده في الاول، لان هم احنا محتاجين السيستم بتاعنا هدفه الاساسي زي ما قلنا في ديفينيشن من شويه. لو رجعنا تاني كده للديفينيشنز الاثنين دول، ان ممكن انت تبقى شاطر جدا في السوفت وير انجينيرنج بس ده منظورك انت، انك انت بتعمل اكتيفيتيز وبتطلع في الاخر سوفت وير سيستم، لكن لازم يكون منظورك يشتمل على الحكايه دي سولفينج كاستمر بروبلم. يعني لازم يكون في تقدير واحترام لدور الكاستمر ان هو المسؤول عن الريكويرمنتس، وان لازم ان الحكم على ان السيستم ده valid او مش valid مش ان هو ما بيطلعش باجز، لا ان هو بيشتغل بالطريقه اللي الكاستمر حاسس او عارف ان هي بتخلي السيستم مفيد في بيئه العمل بتاعه. يبقى لو انت بتنظم شغل عامل سيستم بينظم شغل عياده، فلازم يكون الدكتور مقتنع ان السيستم ده شغال زي بالاسلوب اللي هو شايفه مفيد ليه في العياده دي. ما تقولوش لا هو ما ينفعش الكلام ده في السوفت وير، انت لازم تعمل كذا كذا كذا. هطلب منكم انكم تشوفوا كده كام دقيقه من محاضره لدكتور اسمه الدكتور ايمن بهاء من هندسه عين شمس، كان بيشرح، هو حاطط محاضرات ماده بيشرحها في هندسه عين شمس اللي هي سوفت وير بروجكت مانجمنت، ودي اللينك ده هيوديكم للمحاضره الاولى في الكورس ده، وفي من اول الدقيقه 20 تقريبا بيتكلم على نفس نقطه احترام الديفلوبر لراي الكلاينت او لراي الكاستمر، ان راي الكاستمر اهم من راي الديفلوبر في طريقه شغل السوفت وير. في الريكويرمنتس انت بتلبي احتياجات وبتحل مشكله حقيقيه عند كاستمر حقيقي، هو اكتر واحد فاهم المشكله بتاعته ديت وفاهم طريقه شغل السوفت وير سيستم بتاعك هتحل له مشكلته او هتسهل له الشغل عنده ولا مش هتسهله. فهنا عايزكم تشوفوا مثال الحمار او الدونكي اكزامبل اللي الدكتور ايمن بقى كان بيحكيه من واقع خبرته مع احد الناس اللي كانوا بيعملوا سيستمز، وازاي ان هو بيقلل من راي الكاستمر مع ان ده مش تفكير صحيح. بس الاكزامبل ده اللي انتوا هتسمعوه في الخمس او 3 4 دقائق دول من المحاضره ديت هو بيعكس حاله تيبيكال في الحياه. في الحياه بتاعتنا بنشوف التكنيكال بيبل دايما في مجال السوفت وير بيحاول يفرض او يملي تفاصيل السيستم بيهيفير على الكلاينت او على الكاستمر. فانت بتقول له عموما اللي بيعمل سوفت وير مفروض السوفت وير يشتغل بالطريقه ديت، مش مفروض ولا حاجه، يعني المفروض ان هو يشتغل بالشكل اللي الكاستمر مقتنع انه هيفيده. فالنظره اللي هي الفوقيه دي كتير من الناس اللي بتشتغل في السوفت وير ديفلوبمنت بيبقوا، وخصوصا لما بيكتسبوا خبره وبيكونوا ناجحين في مجالهم، بيبقى عنده كده نظرة فوقية شوية، يعني في حتة غرور، سنة غرور لما بيتعامل مع الناس اللي ما عندهاش technical experience اللي هم الكاستومرز. فمهم قوي الفوكس بتاعنا ان احنا بنحل مشكلات مش بنمشي على خطوات السوفتوير انجينير اللي في الكتب وخلاص، او اللي مفترض انت لما بتخش شركة مثلا بيقول لك احنا شركتنا بتشتغل بأجايل بحاجة اسمها اكستريم بروجرامينج مثلا او سكرام او غيره، فانت بتضطر انك انت حتى لو مش عارف الحاجات دي تتعلمها وتشتغل بيها، فانت فعليا ماشي على الاكتيفيتيز بتاعت السوفت وير انجينيرنج. بس في نقطه مهمه انك انت مش عارف انت ايه الاوبجكتيف بتاعك، هل الاوبجكتيف بتاعك انك انت تطلع بروجكت ولا انك انت تطلع بروجكت بيحل مشكله الكاستمر. ففي فرق كبير جدا، يعني في ناس كتير بيقعوا في المطب ده ان هو مش فاهم الفرق ده ومستغرب ليه البروجكت بتاعه ما قدروهوش ما استخدموهوش، فدايما بيرجع على الكاستمر ان هو ده عيب الكاستمر مش عيبي انا خلاص. فطبعا خسائر كبيره بنواجهها من بس المفهوم ده. احنا كده خلصنا المحتوى بتاع
الكاركترستكس بتاعت السوفت وير اللي بتفرقه عن غيره من البروجكت تايبس. وعندنا اساينمنت يمكن هيكون اساينمنت اخير في مساله الاستماع الى وجهات نظر ناس عن السوفت وير انجينيرنج. فعندنا النهارده فيديو اطول شويه من الاسبوع اللي فات، هيبقى فيه ديسكشن بين ثلاثه اكسبيرينسد سوفت وير انجينيرز على مستوى اعلى شويه من اللي سمعناهم في المرات اللي فاتت، لان دول شغالين بخبره كبيره يمكن تقترب من 20 سنه خبره الناس دول، وشغالين في شركات كبيره عالميه خارج مصر. فهم عاملين الفيديو ده كمساهمه منهم في شرح ايه اللي مطلوب من الجونيور او الانتري ليفل ديفلوبر اللي مقدمين على شغل يعني لسه متخرجين او كده او خبرتهم بسيطه. فمطلوب ان احنا نسمع بتركيز شويه ونحاول نستخلص اهم الحاجات، كل واحد فيكم يعني بلغته هو وبوجهه نظره هو يستخلص اهم التيبس اللي هو خدها من الفيديو علشان تعرفوا ايه الحاجات اللي هو حاسس انها مهم جدا مش عارفها ومهم جدا ان هو يتعلمها قبل ما يتخرج عشان يبقى جاهز ان هو يقدم على شغل او كده. فهتفكر ايه اهم الحاجات اللي اتقالت، وهتفكر شوية قبل ما تكتب ليا حاجة يا ترى ايه البلان الواقعية اللي انت ممكن تمشي عليها علشان تقدر تحقق الليرنينج اللي انت شايف انه مهم في الفيديو ده. تمام يا شباب، وان شاء الله هحط لكم الاساينمنت ده على الموديل وهتقدروا تعملوا سبميشن خلال الاسبوع زي المرات اللي فاتت. في حد عنده اي سؤال؟